مصلحة عامة هاي للبلد، والمهرجان جرس للبلد وبدخل دخل على البلد، وسواح بيجونا من الخارج وبيجوا للبلد، وهم عادة بيجوا من كل أقطار الدول العربية عساس يطمئنوا عنا هنا، عنا راحة وعنا استجمام، وكل البلد هنا بتستقبل الضيوف عادة من كل أقطار الدول العربية. لا طبعا، لأنه يعني أول إشي بيجيب سياح للبلد وبيجيب ناس للبلد، وطبعا لما بيجوا فنانين يعني كبار بيحيوا البلد، بيخلوا انه النشاط يزيد فيها، واحنا مع يكون عندنا اشي كويس. ومهرجان زي الجرش مهرجان عالمي، فضل هالنكبات، فضل حتى تشرد الأمة العربية، وفضل ما يحدث في سوريا، وفضل ما يحدث في العراق وفي ليبيا وفي اليمن، وأطفال تقتل يوميا. بعتقد أنه إحنا إذا بنعمل مهرجان جرش كاننا بنرقص على جثث الآخرين، والله أنا من وجهة نظر أنه عيب حتى نفتح موسيقى. أنا بأيد أنه ضل، ما ضل أنه شطب يعني بيعمل حركة لهالبلد، وبيعمل شغل نسل سياحة، بيجيب الناس يعني بيعمل حركة كتير للبلد، يعني احنا مصلحتنا تكون في سياحة في هالبلد. هلا اكيد ما بأيد فكرة انه يلتغى مهرجان جرس، لانه مهرجان جرس بالمقابل انه بيعمل سياحة اول شيء انه بالبلد، والوضع مش مستاهل اكتر من اللي عم بصير فيه يعني، واشي فعالية حلوة بالبلد بتصير ليش تلتغى؟ بالنسبة لمهرجان جرس يعني الغاء بكون افضل، تمام. الشعوب اللي حوالينا يعني وضعها مش مرتاح، تمام. له جو تاريخي ولازم يكون الناس انا كلها بتعرفه، لانه جو سياحي. لو لغوا المهرجانات اللي فيه الناس ما راح تعرف انه في عندنا شيء تراث من الايام الرومان، فلازم الناس كلها تعرف، حتى بدول العالم الغربيه والعربيه لازم تعرف انه في عندنا مهرجانات جرش واثار سياحيه وتراثيه. الافضل فنان الاردني، فرصه تكون اقوى اعلاميا، تسويق للفنان وبن بلد بظل افضل بكثير.